نعم هذا الشيخ الشيخ إذا قلنا إذا أكل الإنسان بعد طلوع الفجر ظنا أن الفجر لم يطلع فصومه صحيح فما رأيك في من أكل قبل غروب الشمس لمؤذن الأذن قبل الوقت أو ظنا أن المغرب قد دخل فأكل فلما تبين له فإذا المغرب لم يأتي هل نقول بفساد صومه؟ لا نقول بصحة صومه. أليس جاهلا؟ جاهل الحمد لله صومه صحيح. وفي هذا نص بعينه تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يؤمر بالقضاء.